حسن الديماسي، خلينا نقولوا محلل اقتصادي ووزير مالية سابق، قال بعض صندوق للزكاة هو محاولة من حزب حركة النهضة لإحداث دولة موازية للدولة المدنية، شنو رأي؟ هذاك كلامه صحيح، كلامه صحيح. مادام قايدنا على المدنية نقعد ديما في المدنية. فهمت؟ أون بليس الزكاة راهو الناس الدولة ما تنجمش، فهمت؟ الزكاة اللي أقربون أول المعروف، فهمت؟ المطالب اللي يعرف جاره واللي يعرف عائلته ولا أحد يستحق زكاة هو أولى من مش يعطيها، فهمت؟ وما نعرفوش في بعد فين باش يخرج، فهمت؟ تبدا صحيحة ونظيفة خير من اللي تاخذها الدولة وتتصرف فيها، فهمتني؟ وشنو رأيك في مناصري حركة النهضة قالوا عدم تمرير القانون هذا أو عدم تمرير قانون الزكاة هو حرمان للفقراء من التمويلات والخدمات؟ حسبني ما يمنيش، أنا نحب دولة قائمة وكو، ما يمنيش ثم حد أدنى بتاع قيم دولة كسوة من النهضة ولا أي من الأحزاب ما يمنيش فيهم، المهم أن الدولة التونسية تكون واقفة وكو، تقرأ الدولة مطالبة بش والحكومة مطالبة بش تقوم بالضعيف وتقوم بالزوالي وتقوم بالوحدة، ما يمنيش كسوة النهضة ولا أي حزب من الأحزاب، فهمت؟ المهم أنه نخدمه في صالح البلاد وكو، كل واحد عدم تمرير معناه بتاع قانون صندوق الزكاة، شنو رأيك فيه؟ والله ما راها في بوقتها، راها في بوقتها، خلي الأمور بتبعتها. قبل كانت الدولة الإسلامية وكانت قبل الناس قرب لبعضها، تو بعدنا، تو ماذا بينا كل واحد اللي يعرف الأقرب أو المعروف والناس اللي تعرف الناس اللي تستحق تمشي ديركت مباشرة، خيمة تولي حسابات وعقابات وتولي حملة انتخابية وتولي واحد، نجنبوا الحكايات اللي فيها شبهات وكو. معناها أنت زادة مع إسقاط مقترح صندوق الزكاة؟ لا لا لا، الزكاة حق راهو، واحدة فرض من الفروض راهو، أما الزكاة تكون بتبعتها كما كانت قبل. أي نعرف ناس فلاحة وقت اللي ربي يكرموا بالواحد فلاحة، يعرف الناس اللي الانتوراج نتاعه وكل شيء وعائلته وكل شيء هما أبجل. تعطي للصندوق شكون يضمن لك اللي باش تمشي في وقتها؟ يعني ما عندي ثقة في الأحزاب راهو. على بعضهم الحزب الوحيد اللي نحبه الولي اللي يخدم البلاد ويكونوا نات هكاو، احنا تونس مسلمين مستحقين، احنا كنا مسلمين راه وكنا عندنا ثبوت في الدين، فهمت؟ اما لكن تمشي بطريقه اللي قلت لك عليها خير ما تمشي بطريقه تولي مزيات وتولي حمله انتخابيه وتولي، فهمت؟ تم غير ما يعدوا القانون هذا كما صندوق عملوه قبل 26 والشعب مش نقص، فهمتني؟ وان شاء الله يعملونا ما خير، صيب عليهم اللغة هذه والصندوقها والوعد، فهمني؟ يتلهون بالدولة وكو نخدم مع رواحنا، وربي معك وتحية تونس. أصبرك يعني صندوق الزكاة هذا مش باش ينفع برشا عائلات، مش باش ينقذ برشا فقراء، خلينا نقول ما ينفع حتى شيء، هذوما يزيدوا يفركسوا يزيدوا معناتها مازالوا لي 2000 فرنك صلبوني اليوم باش نزمني للزكاة، هذوما هذا تحية كبير على الدولة وعلى الشعب الكل، فهمتني؟ كل هذا هو صندوق الزكاة وهو صندوق 26 قدها منه الواحد، وين مش يمشي هي البركة يزي ربي لك الحمد وربي يحفظ لنا بلادنا واحد وسايب عليهم يقولوا ماك العارك وواحد. يعني بالنسبة لك أنت صندوق الزكاة هذا مش فكرة باهية هكا باش يلموا شوية فلوس باش ننقذوا الناس اللي محتاجة هكا، اش بك يعني تشوفها من الناحية السلبية؟ علاش؟ ها عندي حل مزيان، نجموا يلموا الفلوس ريتهم اكل مجلس النواب ولا تسموا فيه ذاك مجلس الشعب ما عادش يخلصوا عامين تو يصوروا اكثر من الصندوق الزكاه اللي تحكوا عليه، هذوك ما عادش يخلصوا ريتهم رئيس الدوله ما عادش يخلص في عامين 3 سنين ما يخلصوش، تونس كل تشبع بالفلوس واغلى دوله في العالم تونس. صندوق الزكاه هذا يمشي صندوق القومي للضمان الاجتماعي، هذاك اعز حاجه الصندوق القومي هذا اللي مش عملوه صندوق الزكاه لشكون يمشي؟ شكون مسؤول عليه؟ مش يمشي لفلان وفلان وفلان، فما مسؤول عليها حد، لهذا يمشي للحيطة الاجتماعية هذيك هي اللي تعرف شكون الزوالي وشكون المزمر وشكون الواحد، هي اللي قالت عليه عبير موسي هو صحيح، هذاك عز حاجة، فهمتوا؟ وهالمشاكل هذه نتاع صندوق القومي للضمان الاجتماعي والزكاة هذا ما تمشيش في تونس، احنا فقنا بها الحكاية هذه والشعب التونسي فاق والشعب التونسي هالحزاب هذوما النهار كلها و و و على غير في، هي عز حاجة تمشي للضمان الاجتماعي. عز حاجة هذا الضمان الاجتماعي عز حاجة، هو يعرف شكون الزوالي وحتى اللي مش عملوه شكون مش تنفع به، طب أين كي مشي للجامعة شو يقولوا أعطيني يعرفني، يعني على الأقل أنت كي تعطي حتى الزكاة اش ما يعرفك حتى تمشي تعطيها، يعني أنت لصندوق الضمان الاجتماعي عز حاجة
اعز حاجه المواطنين معروفين الجواول ويعرفوا الجوال ويعرفوا كل شيء، فهمت؟ خير ما الصندوق هذا يعملوا وحدهم كما عملوا 26 عام زين العابدين كلاوها وحطوها في جيبهم ومشوا على ارواحهم بصراحه، فهمت؟ هذا صحيح، يمشي للزكاه يمشي ديريكت مول للحيطه الاجتماعيه خير. كلامه صحيح، فهمني؟ نحن الزكاه من قبل نزكيه، مش حاجه جديده مش يجيبوها، الناس كلها تزكي، فماش انسان ما يزكيش، فهمتني؟ كلامه واقع صحيح. يعني نعرفوا اللي خلينا نقولوا صندوق الزكاه تم اسقاطه، شنو راي؟ عز حاجه كي نحو قاموا بالاسقاط نتاعو، فهمتني؟ نحن انا قلت لك يعني انا انت مع اسقاط مقترح صندوق الزكاه؟ مع اسقاط خاطر لصالح النهضه، تحب تعملوا ايه لي صالح هاي. بالنسبه لصندوق الزكاه هو راه الصندوق هذا هو سلاح ذو حدين، فما انا كنت كان من الاجدر ان الصندوق هذا يمشي لوزاره الشؤون الدينيه، خاطر اهل الذكر واهل مكه وادرى بشعابها، خاطر هذوما اهل الذكر وهما الناس اللي فريمون عندهم درايه بالدين وعندهم بالصناديق. مش معقول زاد انت تهز صندوق الزكاه لمجلس النواب، الله اعلم انت العمليه هذه نتاع صندوق تنجح ما تنجحش وشنو انعكاسات اللي مش تصير وراها، والناس هذوما اللي عاملين حابين صندوق الزكاه ديال الدراء عاملين بالحق لمصلحه البلاد ولا عاملينه لغايات اخرى؟ هذا هو معناتها في الاخر. انا ما هاني قلت لك ان الاسقاط سواء بالاسقاط ولا احداث الصندوق سلاح ذو حدين. انا كان من الاجدر انه تهتم بالامر هذا وزاره الشؤون الدينيه. هذا ما شنو رايك حسن الديماس خلينا نقولوا محلل اقتصادي ووزير ماليه السابق قال بعض صندوق الزكاه هو محاوله من حزب حركه النهضه لاحداث دوله موازيه للدوله المدنيه، كيفاش تشوف؟ والله هو التحديث يرجع لصاحبه، هو قال ربما الهيئه السياسيه. احنا انا كمواطن بالحق معناتها فما توا برشا نعرات قاعده تقوم بها حركه النهضه اللي هي ماهيش لمصلحه البلاد جمله، ينجم يكون كلامه صحيح. وانا معناتها يقول لك انا كان جيت انا في بلاصه واحد منتخب معناتها من القواعد نتاع النهضه انا نساند النهضه، وكي نكون انا مانيش معناتها من منتخبي النهضه نقول لك لا، مش نقول لك ضد، فهمتني؟ معناتها المعادله صعيبه برشا لهنا، فهمت؟ لذا معناتها انا ديما نقول الاخ حسين الديماسي هو ادرى بما يقول وربما يكون كلامه صحيح ويكون ينجم يكون غلط. مجلس النواب ما عندوش موجوده هذه، مجلس النواب ما عندوش موجوده. وانت معاه وضد انه يتعدى؟ ها؟ معاه وضد انه يتعدى؟ ايه، علاش ما يتعداش؟ علاش ما يتعداش للجمعيات؟ علاش؟ ها؟ علاش ما يتعداش للزوال ولا للجمعيات؟ ما يعدوش. في حاجة تصير، يصير موت ولا يصير حاجة ما يتكلموا إلا وقت اللي فهمني؟ حاجة كما نقول صارت هوا أكسيدا ولا حاجة في الطرق ما يتكلموا إلا من بعد تالي. شو مجلس النواب؟ مجلس النواب شنو أعضاء مجلس النواب الشعب؟ إي مجلس النواب الشعب ما شك تو حاجة من تو حاجة كيما تاكسيدا ماتوا 30 ولا غداش. كلموا هما كلموا ولا من بعد فبني على الطرق في مجلس النواب وطرق فيها هما عاملين تو هنا في شو اسمه في حيدر وكل واحد عاملين معنا عوده باش يتعداو الشعب هذا شافوه مجلس النواب. صندوق الزكاه شكون مستنفع به؟ هي الثقه معناها مع النواب هذوما في مجلس النواب الشعب ما فماش. الاحزاب تتناطح، الاراء مختلفه، ما فماش ثقه من 2011 لتوا، ما فماش ثقه متبادله حتى هما في رواحهم. يعني صندوق الزكاة شكون مستنفع به؟ حتى ولو صادقوا عليه شكون باش يستنفع به؟ وشكون اللي اخترعوا هذا صندوق الزكاة؟ يعني ما عنديش فكره شكون، ما نجمش نتهم لا هذا ولا هذا. لا هو من الاحسن يلغى خاطر مش يستنفع به حتى واحد. هما القروض اللي خذوها هذه تو في تونس شكون استنفع بها؟ استنفع بها الشعب؟ استنفعتش بها الدوله؟ ما
ما استفى بحد. دونك ما انا زايد الحكايه، انا يعني راه ما انا تلغى تماما خير من اللي يعديوه القانون هذا. يعني بالنسبه لك انت انشاء صندوق الزكاه اللي اقترحته واللي اقترحه حزب حركه النهضه ما عندوش حتى فايده، مش باش يغير شيء، مش باش ينقذ عائلات و... لا نجم لا يغير ولا يطور البلاد. ممكن شكون باش يستنفع به؟ شكون انت عندك ثقه؟ الشعب هذا عنده ثقه في الحزب النهضه؟ ما فماش، انعدمت الثقه تماما. ولولا كانت فما ثقه هما لو احبوا معناها يغتنموا الفرصه واحد وكل شيء، معناها ممكن كان يتعدى القانون، علاش ما يتعداش؟ بالنسبه للمناصري حزب حركه النهضه قالوا عدم تمرير للقانون هذا او قانون الزكاه هو حرمان للفقراء من خدمات وتمويلات. انت معنا حرمان للزواوله واحد كل شيء، علاش ما عاونتهمش من قبل؟ علاش ما تليتوا به ما تليتوش بهم انتم هذوما توا اللي تحكيوا عليهم؟ علاش ما ساندتوهمش من الاول؟ فهمني؟ معناها وعاونتوهم وعطيتوهم ما يلزمهم مستحقاتهم. نجم تعاونوا وتنجم حتى بدون صندوق الزكاه، لا هي النهضه ما انا ناقصه فلوسها، كان تحب تعاون ماك تعاون. هما في النهضه في الاعانات ما نتصورش كان باش تعاون الشعب. هي اول حاجه عملتها تعوضت اموال طائله للانصار حزب النهضه، اموال طائله مش لعب. اخي تو وقت المعارضه تتكلم هي تو في المجلس النواب تقول انت الميزانيه نتاع الدوله انا من 2019 والتكميليه ما فما، وهي ما تضر شيء، ومشات الفلوس هذه ديون كبيره برشا. هما تو ديرنمون جايبين واحد من قطر معناها خبير في الاقتصاد، تو هذا كلام جايبين خبير من قطر. اخي تونس فرغت من الخبراء معناها في ميزانيه الدوله. يا اخي تونس هذه يا اخي شنو سي دوني بورتوغو هذا تسمع فيه معناها حاجات معناها تدوخك. يا عندنا مثقفين وعندنا ناس معناها عندنا ناس مثقفين في خبراء كبار في الميزانيه معناها في الاقتصاد. شو هذا؟ معناها شيء يوقف لك مخك، جايب خبير معناها من قطر، عاد هو كي نجح اش بيهم اقتصاد مطيح. صندوق الزكاة ما يدخلش في باش نعملوه في مجلس النواب، اللي يحب يعمل الزكاة يعطيها هذيك شيء مفروض علينا كما الصلاة، اللي عنده فلوس ويحب يزكي منه يعطي لله وحده ما يشوفه حتى بشر. هذا ما يدخلش في السياسه، ما نعملوش في السياسه. كان اللي عملنا به صندوق الزكاه نعملوا به مثلا صندوق نتاع التنميه ويعاونوا به الزوال، والله نقول لك اذا بينا يعملوا لنا صندوق نتاع التنميه للناس الزواوله، مش يعملوا لنا صندوق الزكاه. الزكاه هذيك فريضه مفروض علينا كمسلمين الناس كل مشكل، الناس اللي عنده فلوس كل مش يعاون، لمن استطاع اليه ليس، اللي عنده فلوس يعطي لله. حسن الديماسي قال، خلينا نقول هو محلل اقتصادي ووزير ماليه سابق، قال بعض صندوق للزكاه هو محاوله من حزب حركه النهضه لاحداث دوله موازيه للدوله المدنيه. لا، نحن الدوله المدنيه ما عادش لعب ثم لا موازي ولا حتى شيء، نحن تونس بقدره الله الى يوم يبعثون تقعد ديما مدنيه. نحن تونس مع مدنيه الدوله ما ثمش لعب، كل شيء فيه اللعب الا مدنيه الدوله لا، تونس لازم تقعد ديما مدنيه بقدره الله. من اللي للي نموتوا للي تخلق اجيال واجيال ديما تقعد مدنيه تونس. ثماش مع مدنيه الدوله، نحن الشعب التونسي الكل بتم تميمه كنا مع مدنيه الدوله. ما ثماش مساس من مدنيه الدوله، كل شيء يتمس في مدنيه الدوله ماهيش لعب. الزكاه ماهيش اجباري، الزكاه كل انسان يخرج زكاته على ما يمتلك فيها شروط، ماهيش كيك برا الزكاه. انسان عنده قيمة عام كامل في داره يعني علا، هذاك ينجم يزكي على اللي عنده. من اللي ما عندوش، دي الناس ما عادش عندها حد شيء، مين بتزكي؟ عندها قوانينها، على المليون لازم يزكي 25,000. إذا كان هو عنده فلوس وعنده تحت منه ما يدخر ينجم يزكي على روحه. إذا كان هذا يدي الإسلام اللي قلنا عليه، مي باش تجبره على المواطن لا سبيل له. أنت ضد مرور يعني صندوق الزكاة مع إسقاطه؟ يعني هو كان هو أسقط أو زاد أنت مع إسقاطه؟ أنا مع إسقاطه، نعم ضد المرور تاعه. برأيك يعني فكرة إنشاء يعني صندوق الزكاة مش باش تغير شوي في أحوال خلينا نقولوا الناس المحتاجة الفقراء؟ المحتاجة الفقراء كل إنسان يعرف شكون يعطي للزوال، يعرف إني يهز زكاته يعطيها.
خاطر تو ما عادش فما ثقه، ما عادش حتى واحد ما عنده ثقه في حد.